بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى فخامه الرئيس الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهوريه العراق بمناسبه انتخابه رئيسا جديدا لجمهوريه العراق. واعرب سموه في البرقيه عن اطيب تهاني بهذه المناسبه متمنيا لفخامته التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي بما يحقق طموحات وتطلعات شعب جمهوريه العراق الشقيق نحو مزيد من النماء والتطور. نوه سموه من بما يربط مملكه البحرين وجمهوريه العراق الشقيق من علاقات اخويه تاريخيه متميزه مؤكدا حرص مملكه البحرين على مواصله تطوير هذه العلاقات بما يحقق مصالحهما المشتركه ويعود بالنفع والخير على شعبيهما الشقيقين راجيا لفخامته موفور الصحه والسعاده ولجمهوريه العراق ولشعبه الشقيق دوام الامن والاستقرار